السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بك قريبا. أهلا بنتي، أهلا مرحبا. الحمد لله بك قريبا. يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله بك قريبا من شدي الخط. الله يطول عمرك يا بنتي. قريبا فرحانة بزاف والله. الله ينورك بنور الله. أمي قريبا بغيتك تدعي معايا واليوم الجمعة، بغيت تدعو وتتوكل يا رب يا رحمن يا رحيم. رحمن أمي قريبا خليش الجمعة يا ربي. أمين يا رب يا كريم يا رب. أمي قريبا بغيتك تدعي معايا وتتكون الساعة إن شاء الله آخر أحزاني يا رب. إن شاء الله يا ربي وتفرج عليا وعلى والدي وأخوتي اللهم آمين يا رب، وكاع المسلمين أجمعين كاع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. بنتي الحسنية كتبان لي مهمومة، أشوق عليك بنتي أشوق عليك. أمي قريبا الحمد لله على كل حال. أول حاجة كنشكر الله سبحانه وتعالى. أمي قريبا مريضة شوية الحمد لله، يعني من مدة تقريبا شي 6 سنوات تقريبا أو أكثر. لا إله إلا الله. عندي الله أعلم أمي قريبا سحر وما عرفتش. الله يحفظك ويشافيك يا رب. ندير رقية داك الشيء كيقولوا لي سحر، وتبعت بزاف، ولكن واخا هكاك أمي قريبا مازال يعني داك الشيء مأثر عليا بزاف. باش كتشعري يا بنتي؟ شنو هما الأعراض اللي عندك؟ بزاف عمي قريبا يعني القلق، يعني فاش كندير الرقية كنبقى نغوت، فاش كندير الرقية سميتو كنبقى نغوت غير في الآيات السحر. لا إلى هو هذاك السحر بنتي إياه. عمي قريبا وبزاف، ويعني واخا كندير الدواء بزاف ديال الأدوية كنديرو الأعشاب، واخا هكاك داك الشيء كيبقي مع المدة كيزيد يجهد ما عرفتش. كاين المتجدد، كاين السحر المتجدد أو اللي عليه خادم واقف عليه. لا إله إلا الله. الله يشافيك يا بنتي الحسنية. الله يشافيك. أمين عمي قريبا، بغيت النمرة ديالك عمي قريبا. واخا بنتي بإذن الله. لك عمي قريبا. الله يشافيك يا بنتي ويحفظك ويرعاك. شكرا لك يا بنتي الحسنية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن نعطيها لك من الستوندارة بنتي الحسنية. قضية هاد الأمراض الله يسترنا ويستركم، راها تنتشر في بعض الأوساط. قضية الأمراض السحرية، كتلقى إنسان في قلبه عداوة وكيبغي يأذي الآخر، ما يقدرش يواجهه بشخصه ولا حميه وشحميه، وإنما كيستعمل أعمال شيطانية وكيعطيه ضرر خطير. أخطر أنواع الإضرار هو السحر، لهذا ربي عز وجل جعله من الكبائر، الكبائر التي لا تغتفر، الشرك بالله، وذكر من بينها السحر والعياذ بالله، لأنه قتل بطيء، قتل بطيء. وهذا السحر الله يسترنا ويستركم باش كنعرفوه، إما بالرؤى المنامية، ذاك اللي نائم كيحلم بأنه يطير في الهواء وسوف يسقط على وجهه، أنه في مكان مرتفع وسوف يسقط في الهاوية. إذا تكررت هذه الرؤية معنى أن صاحب الرؤية مسحور، أو أنه ملي كيكون مريض كتلقى ديما غير يتأفف ويتضجر مخنوق، كتحس بأن صدره مضيق وكتحس بأنه مزير. وحينما يقرأ عليه القرآن وخصوصا آية السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هاكي وصل لهذه كيبدأ يتركل، كتشعل فيه العافية، كتعرف بأن ربي أنه مسحور. لهذا المقرئ خصو يبقى يكررها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويبقى يكررها سيبطله سيبطله سيبطله. أنا داك أش يوقع حدك السحر، إما أنه كيبدأ يتنظف كيتكرط من المكان دياله، بحال عنده واحد الانسان عنده واحد الشطابه وعنده مواد تنظيف وكينظف ذاك المكان كينظف. اما اذا كان ساكنه لداخل كانك تطعنه برمح، كتقولي اخرج 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 اخرج، طبعا ما غيخرج ديك الساعه، غادي يبدا يزير لان مامور، هو مبعوث ومامور، كتلقاه هو داخل تما واحل، ومن بعد كيبدا يعطي الالم لذاك المريض. لكن المعالج ملي كيبقى يقول العمل اليوم وغدا وبعده، هذاك السيد كيلقى ذاك المخلوق اللي هو الداخل كيلقى لا مقام له هنا، لا مقام له هنا، فيحمل حقائبه
ويزول ويرحل عن المكان. فأسأل الله الكريم بنتي الحسن يا الله يشفيك ويعافيك. حاولي ما أمكن باش ربي يفسخ لك آية السحر، هي كثيرة آية السحر موجودة إن شاء الله نكتب الله نقرأ عليك دابا شوية نختموا بها الحلقة. أو أنك اللي ما عرفهاش يأخذ غير إناء ديال الماء ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، الإخلاص والمعوذتان ثلاث مرات أو سبع مرات أو 11 مرة، هذا بالعدد يقرأها، وذاك الماء كيتحول إلى قوة معالجة في استشفائية، طاقة استشفائية ضد أعمال سحرية. الله يشفيك ويعافيك بنتي الحسنية، اللهم تعالى يصرف عنك هذا السحر، اللهم تعالى يباعد بينك وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقيها من هذا السحر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها من آثار هذا السحر بالماء والثلج والبرد، اللهم اشفيها وعافيها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. أهلا بك قريبا. أهلا بنتي، أهلا مرحبا. الحمد لله بك قريبا. يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله بك قريبا من شد لي الخط. الله يطول عمرك يا بنتي. قريبا فرحانة بزاف والله. الله ينورك بنور الله. أمي قريبا بغيتك تدعي معايا واليوم الجمعة بغيت تدعو وتتوكل يا رب يا رحمن يا رحيم. أمي قريبا شد لي الجمعة يا ربي آمين. يا ربي يا كريم يا رب. أمي قريبا بغيتك تدعي معايا تسكن الساعة إن شاء الله آخر أحزاني يا رب. إن شاء الله يا ربي وتفرج عليا وعلى والدي وأخوتي اللهم آمين يا رب وكاع المسلمين أجمعين كاع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. بنتي الحسنية كتبان لي مهمومة، أشفق عليك بنتي أشفق عليك. أمي قريبا الحمد لله على كل حال، أول حاجة كنشكر الله سبحانه وتعالى. أمي قريبا مريضة شوية الحمد لله، يعني من مدة تقريبا شي 6 سنوات تقريبا أو أكثر. لا إله إلا الله. عندي الله أعلم أمي قريبا سحر وما عرفتش. الله يحفظك ويشافيك يا رب. ندير رقية داك الشيء كيقولوا لي سحر وتبعت بزاف، ولكن واخا هكا أمي قريبا مازال يعني داك الشيء مأثر عليا بزاف. باش كتشعري يا بنتي؟ شنو هما الأعراض اللي عندك؟ بزاف عمي قريبا يعني القلق يعني فاش كندير رقية كنبقى نغوت، فاش كندير رقية سميتو كنبقى نغوت غير في الآية السحر. لا إلا هو هذاك السحر بنتي إياه. عمي قريبا وبزاف ويعني واخا كندير الدواء بزاف د الأدوية كنديرو الأعشاب واخا هكاك داك الشيء كيبقي مع المدة كيزيد يجهد ما عرفتش. كاين المتجدد، كاين السحر المتجدد أو اللي عليه خادم وقف عليه. لا إله إلا الله. الله يشافيك بنتي الحسنية، الله يشافيك. امين عمي قريبان، بغيت النمرة ديالك عمي قريبان. واخا بنتي باذن الله. لك عمي قريبان. الله يشافيك بنتي وحفظك ويرعاك، شكرا لك بنتي الحسنية. لا حول ولا قوة الا بالله، ممكن نعطيو لك من الستوندار بنتي الحسنية. قضية هاد الأمراض الله يسترنا ويستركم، راها تنتشر في بعض الأوساط. قضية الأمراض السحرية. كتلقى إنسان في قلبه عداوة وكيبغي يأذي الآخر. ما يقدرش يواجهه بشخصه ولحمه وشحمه، وإنما كيستعمل أعمال شيطانية وكي يعطيه ضرر خطير، أخطر أنواع الإضرار هو السحر. لهذا ربي عز وجل جعله من الكبائر، الكبائر التي لا تغتفر، الشرك بالله وذكر من بينها السحر والعياذ بالله، لأنه قتل بطيء، قتل بطيء. وهذا السحر الله يسترنا ويستركم باش كنعرفوه، إما بالرؤى المنامية، ذاك اللي نائم كيحلم بأنه يطير في الهواء وسوف يسقط على وجهه، أنه في مكان مرتفع وسوف يسقط في الهاوية. إذا تكررت هذه الرؤية معنى أن صاحب الرؤية مسحور. أو أنه ملي كيكون مريض كتلقى ديما غير يتأفف ويتضجر مخنوق، كتحس بأن صدره مضيق وكتحس بأنه مزير. وحينما يقرأ عليه القرآن وخصوصا آية السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هكي وصل هذه كيبدا يتركل، كتشعل فيه العافية، كتعرف بأنه مسحور. لهذا المقرئ سيبقى يكررها، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويبقى يكررها سيبطله سيبطله سيبطله. أنا ذاك أش يوقع حدك السحر،
اما انه كيبدا يتنظف كيتكرط من المكان ديالو، بحال عنده واحد الانسان عنده واحد الشطابه وعنده مواد تنظيف وكينظف ذاك المكان كينظف. اما اذا كان ساكنه لداخل كانك تطعنه برمح، كتقول لي اخرج 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 اخرج، طبعا ما غيخرج ديك الساعه، غادي يبدا يزير لانه مامور، هو مبعوث ومامور، كتلقاه هو داخل تما واحل، ومن بعد كيبدا يعطي الالم لذاك المريض. لكن المعالج ملي كيبقى يقول العمليه اليوم وغدا وبعده، هذاك السيد كيلقى ذاك المخلوق اللي هو الداخل كيلقى لا مقام له هنا، لا مقام له هنا، فيحمل حقائبه ويزول ويرحل عن المكان. فاسال الله الكريم بنتي الحسن يا الله يشفيك ويعافيك، حاولي ما امكن باش ربي يفسخ لك ايه السحر، هي كثيره ايه السحر موجوده ان شاء الله، كتب الله نقرا عليك دابا شويه نختموا بها الحلقه، او انك اللي ما عرفهاش ياخذ غير اناء ديال الماء ويقرا الاخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، الاخلاص والمعوذتان ثلاث مرات او سبع مرات او 11 مره، هذا بالعدد يقراها، وذاك الماء كيتحول الى قوه معالجه في استشفائيه، طاقه استشفائيه ضد اعمال سحريه. الله يشفيك ويعافيك بنتي الحسنيه، اللهم تعالى يصرف عنك هذا السحر، اللهم تعالى يباعد بينك وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقيها من هذا السحر كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلها من اثار هذا السحر بالماء والثلج والبرد، اللهم اشفيها وعافها. قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.